طوبى للرحمة لها المساكين، فالنير رحمت حل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم الدين، ويحل بروح قدس فيهم. أبانا الذي في السماوات، تمجدك كل الطغمات، نصرخ إليك في الضيقات، يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك يا معين، وليتبارك في كل حين. ارحم عبيدك الخاطئين، يا أبانا الذي في السماوات، ليأتي ملكوتك يا ربي، وروحك القدس يملك قلبي. هذا رجائي وطلبي يا أبانا الذي في السماوات، لتكن مشيئتك في كل حين نافذة ونحن لها خاضعين. اجعلنا لأوامرك طائعين، يا أبانا الذي في السماوات، كما في السماء كذلك على الأرض. أنت السيد المالك، نجي عبيدك من المهالك، يا أبانا الذي في السماوات، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم يا ذا المجد، مراحمك كثيرة ولا تعاد، يا أبانا الذي في السماوات، واغفر لنا ذنوبنا يا مولانا، يا رب بمراحمك لا تنسانا كرحمتك، وليس كخطايانا، يا أبانا الذي في السماوات، كما نغفر نحن للمذنبين إلينا والأعداء المسيئين، علمنا أن نكون متسامحين، يا أبانا الذي في السماوات،
ولتدخلن في تجربة يا إلهنا، وإن سمحت فلا تتخلى عنا على احتمال التجارب عنا. يا بان الذي في السماوات، لكن نجينا من الشرير. يا صاحب الأمر والتدبير، أنت يا إلهي على الكل بصير. يا بان الذي في السماوات، بالمسيح يسوع ربنا اقبلنا. يا ربي بمعونتك اشملنا، وبصوتك المفرح اسمعنا. يا بان الذي في السماوات، لأن لك الملك والقوة والمجد والعظمة والقدرة، بك نسير من قوة إلى قوة. يا بان الذي في السماوات، إلى أبد الأبدين أمين. اجعلنا في إيمانك ثابتين، واسمعنا ما عندما نصرخ قائلين: يا أبانا الذي في السماوات. واسبوا على الكنائس واتلوا القراءات، ودقوا صدوركم في الصلوات. وينسى لا يحب أخاه، فهو كائن في وسط الظلمات. قول الرسائل يا محلى، ألذ من شاد الخلايات. بولس رد به كل عصا، أحرار وعبيد ذكور وإناث، بيت العبادة والإرشاد، البيع القرص زكسية، بيت الملائكة والأجناد، بيت الأم النصرانية، موضوع لنا فيها موزات لأجل خلاص البشرية. يذكر عنها نشيد الأناشيد في المواعظ والدسكولية. أم الأولاد تفرح بالبنين، يكون عطاشا ترويهم، وأوعيتها دايما مليانين، والقائمين في التساء
المستقيم طوبى للرحمة على المساكين فالنير رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدس فيهم يسوع مشيا في الطريق فوفى تيما ابني تيما في الزحمة فصاح ارحمني يا ابن الله يا إله الرفا والرحمة فتفل على الأرض من فا وطلع به عيني ذلك العمى وللوقت انفتحت عينا وأبصر النور بعد الظلمة كم سجايب لسيدنا ظهرت والناس فمنع عنها الجريان وبلمس ثيابه قد طهرت والخطية قبلها في بيت سمعة والمياه من هيبته انقلبت خمرا طيب وسط الأدان والأمان الصحيح به ثبتت وانتشرت في كل البلدان بموته حل الموثوقين وأشرق في الظلم عليهم وخلص كل المسبيين من ذلة آدم أبيهم طوبى للرحمة على المساكين فالنير رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم.